عثماني وليد من الجزائر. بحق غيري أن بحق كل المطلقين أن يعيشوا في بيت واحد وتحت سقف واحد، ومن حق الأطفالهم أو الأولاد أن يعيشوا بأحضان والديهم. بحقهم أيضا أن يكونوا فرحين مثل كل أطفال العالم، أن تكون لهم ابتسامة واحدة مثل كل أطفال العالم. وبحق ثاني أن الوالدين أن يكونوا تحت سقف واحد ويعيشوا في حياة سعيدة مثل كل أسر العالم. شكرا.